تظاهرات الحراك الشعبي في العراق وتحديدا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد أظهرت وحدة وتشاركية كبيرة بين مختلف أطياف المجتمع العراقي. الحلاقون هؤلاء جاءوا إلى ساحة التحرير ليقدموا خدماتهم المجانية للمتظاهرين متراصين كتفا بكتف معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة. احنا ويا المتظاهرين وجايين اليوم نزينهم واخوتنا وشوفوا العراق كله ايد واحدة. الفنانون ايضا تسابقوا لتأكيد الطابع السلمي للتظاهرات عبر رسم لوحات جدارية كبيرة على الانفاق والجسور المؤدية الى الساحة. اللوحة تعبر عن التظاهر السلمية اللي ما رفع بها اي سلاح يعني. وتعبر شيء ثاني عن الشهداء اللي سقطوا يعني. الفنانون أرادوا عبر لوحاتهم التي رسمت على مساحات كبيرة عكس صورة حضارية عن التحرك الشعبي. جميعا نريد نسوي هذا الفكرة وإن شاء الله نوصل رسالة حلوة طيبة للمجتمع. الموسيقى كانت حاضرة في تظاهرات العراقيين أيضا، حيث تشارك هذه الفرقة مع المتظاهرين بعضا من ألحانها التي تحاكي الوجدان الشعبي العراقي. مجموعة من الشباب فنانين اجينا ننقل صورة للتظاهرات، ننطي انطباع عن مدى سلمية التظاهرات. ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع الشهر الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. ماهر النبواني، الحدث.